بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في منافسات البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول. مباراة اليوم تجمع فريق أولمبيك خريبكا بفريق الاتحاد التورغي. متمني طريق حكم الأول، هنا حكم الفار نبيل بن رقية مستغفر عبد الحق. بداية المباراة، بداية المباراة والكرة فريق أولمبيك خريبكا. تضيع تعود لاتحاد تورغا. أولى الهجمات، أولى الهجمات، أولى الأهداف. جول 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 جول. السريع السريع السريع. إنه الاتحاد الرياضي التورغي في الثانية الخمسة عشر يسجل أولى الأهداف. فعل الاتحاد، وفعل أيضا هذا القناص سايمون. سايمون يضرب مع البداية، لا يرحم سايمون. أولى الأهداف. نشاهد هذا الخط، شاهد ليس هناك تسلل يقول الحكم، وبالتالي هدف صحيح. يعني نعطي أمثلة، يعني عندما يستلم اللاعب المنافس الكرة ويكون مواجها لمرماه، وبالتالي عدم تمكن اللاعب من استكشاف خيارات تمرير المتعة الأمام. هنا الوضعية نشاهد يعود للفار، هل كانت هناك ضربة جزاء لمصلحة هذا اللاعب أيوب القعداوي في التدخل الأخير. التدخل الأخير للاعب اتحاد تورغا. نشاهد اللقطة هنا، هذا التدخل والقرار سوف يعود لحكم المباراة المتمني الطارق. هل يعلن عن ضربة جزاء لفريق أولمبيك خريبكا؟ نشاهد من مختلف الزوايا، نشاهد هنا كان الاحتكاك، هنا كان احتكاك من لاعب اتحاد تورغا، وبالفعل ضربة جزاء، ضربة جزاء لفريق أولمبيك خريبكا. ضربة جزاء لأولمبيك خريبكا في حدود الدقيقة العاشرة. هل يعادل من خلال النتيجة؟ أسامة الحواصي، أسامة، أسامة، جول 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 جول. أسامة الحفاري يعادل النتيجة في حدود الدقيقة الحادية عشرة. أسامة الحفاري عن طريق ضربة جزاء. والعودة للفار من متمني الطارق ليؤكد ضربة الجزاء وليتأكد أيضا من وجود ضربة جزاء. كرة لأولمبيك خريبكا تضيع الآن، والخطورة من جديد، محاولة والتسديد، والتسديدة بوم 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 بوم. يلا عليك، يلا عليك بداخل القدم. ما هذا، ما هذا يا سايمون؟ وثنائية سايمون الرائع. الجول الثاني في الدقيقة الثامنة عشر. سايمون يا سايمون، هدف أول في الثواني الأولى، هدف ثاني. يشاهد هذا الآن، الله عليك، الله عليك وعلى قدميك، بداخل القدم يا سايمون. نشاهد سايمون، سايمون وجيبة من الشبكة يا كرنان، يا كرنان عبد الرحمن. صعب عليك عبد الرحمن لما تكون الكرة يعني بداخل القدم وبالتالي بعيدة، هنا بعيدة عن اللاعب أو حارس كرنان عبد الرحمن. ونحن نتحدث عن هذا المدرب الممتاز الرائع، والهدف كما قلت هو إيجاد المساحات. لما تقوم يعني بتدوير الكرة بشكل سريع تجد المساحات بشكل أسرع. هنا الضغط، هنا الضغط، حذاري من الضغط، تمر الكرة. هنا الهدف الثاني، الثاني الثاني الثاني. مليئة المباراة بالأهداف، والثاني الثاني لفريق أولمبيك خريبكا. أولمبيك خريبكا وهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون بهفوة دفاعية كانت من ياسين، ياسين، ياسين الأخلج. والهفوة الدفاعية لا تغتفر، هاتي الهفوة لا تغتفر، هاتي الهفوة من هذا اللاعب ياسين. وهدف ثاني يعادل النتيجة. أولمبيك خريبكا تعود، أولمبيك خريبكا بالهجمة الخاطفة في الجهة اليمنى، ليس هناك تلك الزيادة العادية. شاهد لاعبين أمام ست لاعبين، يعيد الكرة، يعيد بالكرة، الكرة للعميد الآن، يمر الرائع، يمر الرائع. ضربة جزاء، ضربة جزاء يقول الحكم متمني طريق. هذا الكنترول، وهاتي البطاقة الصفراء على أنس الضو. إذا بطاقة صفراء هي الثانية، ومن ثم بطاقة
حمراء، إذا اصفرت احمرت، إذا اصفرت مرتين احمرت في وجه أنس الضو، والحمراء على أنس الضو. نشاهد الإعادة، هنا الكرة من الحفاري أمام الحواصلي عبد الرحمن، كلاكيت ثاني مرة، والهدف الثاني بنفس الطريقة في نفس الركن، الثاني لأسامة الحفاري والثالث لأولمبيك خريبكا. 3-2 3-2 لأولمبيك خريبكا من جديد، من ضربة جزاء يفعل أسامة الحفاري كلاكيت ثاني مرة. يا أسامة يا أسامة يا أسامة، يتغلب لثاني مرة على الحواصلي عبد الرحمن. ممكن أن ترتفع في الجولة الثانية وحتى في هذه الثواني الأخيرة ليأتي جولة الكرة الأولى. الكرة لزحزح، ينتظر سعود، ينتظر سعود النمساوي، هنا يجد النمساوي، النمساوي في الجهة اليمنى يبحث عن سايمون، سايمون والتغطية تأتي من الدفاعات، الدفاعات الخريبكية من لاعب أولمبيك خريبكا. هنا يعلن الحكم متمني الطريق عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق أولمبيك خريبكا على فريق اتحاد التورقي 3-2. مشاهدينا الكرام، نذهب لاستراحة ما بين الشوطين ثم نعود لمتابعة أحداث وتفاصيل الشوط الثاني. كان من نصيب سايمون بداية الشوط الثاني، والكرة لفريق اتحاد التورقي من هيثم منعوت. هيثم منعوت يبحث، هيثم عن جوزيف كامبوس، والكرة تؤول لحارس المرمى عبد الرحمن. هنا الكرة ركنية للأولمبيك، الأولمبيك والرأسية تأتي، جول 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 جول، الرابع الرابع للأولمبيك، والرابع للأولمبيك في حدود الدقيقة 54. هذا الهدف أظن من إسماعيل البديل، أظن من إسماعيل لحرش رأسية لاعب الأولمبيك. 6 أهداف، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ الخطورة تبعد من الدفاعات الاتحاد التورقي، وهنا التسديدة، بوم 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 بوم، الله عليك الله عليك الله عليك، جول 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 جول. الخامس الخامس الخامس، يحييكم الخامس، هذا الجول بيأتي القذيفة، يأتي القذيفة والتسديدة الرائعة من لاعب أولمبيك خريبكا، والهدف الخامس في حدود الدقيقة 72 بالقدم اليسرى. روعة التسديدة، روعة التسديدة. الكرة للاتحاد تمر الجهة اليمنى للضهير، ينتظر العرضيات، والعرضية بتسديدة، بوم بوم بوم، جول 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 جول. الثالث 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 من سايمون، هذا سايمون صاحب الهاتريك اليوم، 3 أهداف من سايمون، هي 3 أهداف من سايمون. العميد يبحثون على الجهة اليسرى، تمريرة البينية والخطورة الآن تأتي، هاتي خطيرة، هنا تمريرة، هدف، هدف سادس، السادس السادس السادس، جول السادس، الجول السادس، والمرور دائما وأبدا من الجهة اليسرى. 6-3 6-3، 9 أهداف كاملة. كأننا في شوط أول لكرة اليد، كأننا في شوط أول لكرة اليد، 6-3. الأولمبيك يضرب، يضرب بالسداسية، هنا يضرب بالسداسية فريق الاتحاد، اتحاد التورقي بهذه الطريقة، وهدف ثاني لمحمد قسو. تعود لهجمة خاطفة، تعود لهجمة خاطفة، كل الأمور الآن. هذا زحزوح، يخترق زحزوح، زحزوح التمرير البينية، محاولة تسديد، هنا التسديدة سوف تأتي، والتسديدة بهدف رابع، جول 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 جول. 10 أهداف كاملة، 10 أهداف كاملة، الرابع الرابع، الرابع لتوارقة، الرابع للاتحاد، الاتحاد يضيف هذا الهدف الرابع في حدود الدقيقة 86، هدف رابع للاعب الاتحاد من أسيس، من أسيس كانت من هذا اللاعب، لاعب زحزوح، والنهاية من محمد شملال. مشاهدينا الكرام، في قلوبنا دائما نضعكم بأسماء العبارات، نودعكم، هذا محدثكم إحسان بخار، يحييكم، دمتم آمنين.